المهم انا ما عرفاش كيفاش انا بدا مزيان هاد الفيديوز كنهضر فيهم، حيت ما عمري ما عملت هاد الشيء وما عمري ما كنت خايل غنكون في هاد البوزيسيون. المهم فهموني شوية وصافي. انا نهار الحد في الصباح مسحت الفيديوز ديال تيك توك كاملين، ومسحت الفيديوز هنا ديال انستغرام اللي كنا كنخرجوا انا وانوار كنشدحو ولا بالموسيقى. هادشي هو اللي نورمال، ماشي نورمال تخلي الفيديوز كاملين والناس كاملين كيشدوهم وكيطلعوهم والعائل كان عاد مات اصلا دابا وماشي مزيان. وتخيلوا هذوك النهار اللي باباه وماما كانوا ماشي ما كانوش مزيان، ما كانوش كيستحملوا حتى شي حاجه، وكان خصكم تشوفوا على الحاله ديالهم باش عادي يدخلوا في شي بلاتفورم وشوفوا الفيديوز ديال ولده مع البنات كيشطح ولا كامل شي حاجه. لكن كنت كتحسر معاه شويه هو وعائلته، راه ما كنتوش هتطلعوا هادشي كامل وهديروا هاد الحاله كامله اللي عملت. انا بيدي الكومنتاريوس كاملين جاو عندي كيقولوا لي انت هنا اللي قتلتيه ولا انت هنا اللي عندك شي دخل، علاش حيت مسحت الفيديو؟ شي حاجه ماشي لوجيك. اي بيرسون اللي عندها شويه في راسها راه تفهم راه هادشي ماشي نورمال. اولا المهم انا كنعرف انور من اللي كانوا عنده 6 سنين، مشينا نعيشوا لهذيك الحومه في العرايش، الدار ديالنا كانت باغي كتبنا، هما اللي الاول اللي عرفنا تما هما اللي عرفتو تحبنا من تما، ما تفرقناش ما عمرنا ما تفرقنا، دائما 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 كنا مع بعضياتنا، حنا جالسين في الباب دار ديالو ولا الباب دار ديالي، ودائما الدراري كاملين ديال الحومه مجموعين علينا، والدراري ديال الحومه واحد اخرين كانوا كيطلعوا يجلسوا حدانا ويلعبوا معنا النهار كامل من الصباح حتى الليل. بلا ما كنا ساكن ناكلو، كنا ديما جالسة مع بعضياتنا اولا نطلعوا للسطح ولا اي حاجه، راه بابا وماما بحال بابا وماما، وماما وبابا بحال بابا وماما. وانا هو كان كيدخل الدار ديالنا عادي، وانا كنت دخل الدار ديالو عادي. اصلا انا كنت كنهبط المغرب باش نشوفه هو، ما كنت اصلا كنهبط نشوف العائله ولا والو. ماما دائما ملي كانت كتقول لينا لا راه خصنا نمشيو نشوفو العائله، كنت انور دائما كيقول لي لا انا ما تمشيش، راه كتهبطي عندي شويه كتمشي عند العائله وما كتبقيش معايا. المهم دائما كنا مع بعضياتنا ما كنتفارقوش، واخا كنجي لهنايا دائما كنا كنهضروا. حتى 2015 2016 عاد بدينا بحال لي ما بقيناش كنمشيو بزاف بزاف بزاف، نجلسو بزاف مع الدراري الحومه، وبقينا انا وياه وشي دراري واحد اخرين، ولكن ما بقيناش كنمشيو معاهم بزاف، حنا اللي دائما كنا مع بعضياتنا. المهم الحق 2019 ما وليتش هبص للمغرب، حيت كنت بديت نخدم تما فواحد البلاصه، وانور دائما كان كيقول لي نجلة هبط نجلة هبط نجلة هبط، وانا دائما كنت كنقول له انا نهبط انا نهبط كيلو هاد العام انا نهبط، وما كنتش كنقدر نهبط في الاخر، وكنقول له انور ما نهبطش، ودائما كان كيتحسب عليا. و هاد العام قلت خصني نهبط سياسي، حيت 4 سنين ما شفتو الوقت، هذا هو اكبر وقت ما شفتوش في حياتي لك هاد 4 سنين. امي هبط، دوزنا الصيف ديالنا كامل مع بعضياتنا، ما تفرقناش حتى نهار نهار واحد ما داشي ما كناش مع بعضيات. كان كل صباح ملي كيفيق اول حاجه كامله كيقول لينا شلا واش فطرتي نجيب لك الفطور، يلا نتسخروا. ما عمره ما خلاني شي حاجه، ما عمره ما خلاني بوحديتي ولا ما عمره ما خلاني نمشي لشي بلاصه بوحديتي، دائما كان كيف يعمل اي بلاصه ما عمره ما خلاني بوحدي. واخا كنا كنخرج مع صحابنا دائما ولا كندابز، ما عمره ما خلاني نرجع بوحدي للدار، دائما كان خصو يتاكد بلي انا كندخل للدار، دائما كيستناني تنفتح باب السرس وندخل للسد عادي يدخل هو لدارو.
كل نهار يدير لي الفطور، ونتغدى مع بعضياتنا، ونتعشى مع بعضياتنا، ونخرجوا، ويعطيني حتى واخا ما عندوش هو يعطيني، ما عمري ما خلاني ندير انا حتى شي حاجه، دايما كان كيعمل هو كل شيء. وانتوما ما فاهمين والو، احنا راه ما ماشي عرفت ولا عرفني ولا تحبنا ولا اي حاجه، راه انا كنعرفو حياتي كامله، حياتي كامله وانا كنعرف، وكنا باغيين حياتنا كامله احنا مع بعضياتنا. وانتوما لا، كل صيف كنت كنمشي معاه، اللي دايما كان كيبقى يبكي وانا كنبكي، اللي قبل ما نمشي وفي الصباح قبل ما نمشي دايما كان كيبكي. ما كيناش شي صيف مشي جيت لاسبانيا وما بكيش عليا، دايما انا كنت كنبغيه اكثر من اي واحد في الدنيا، وهو كان كيبغيني عيطك، ودابا بحال لي حيدو لي النص ديالي، النص ديالي حيدوه لي. نتوما ما عارفينش شنو كنحس انايا، و شي واحد ما يعرفش شنو كنحس انا. اول حاجه تعملوها هي تهضروا وتبقاو تقولوا شي حاجه تمشيهم، حيت انا عارفه الموت يالله، ولكن هاد الطريقه علاش ما كانش كيسال شي حاجه، اذا وما كان كيسال شي حاجه خايبه، حيت كنقولها لكم والله وكنحلف بالله احسن دري في العالم، ما عمره في حياته دار شي حاجة، ما عمره ما كما، ما عمره ما مسكر، ما عمره ما كان كيدير حتى شي حاجة. كان داخل السوق راسو، كان كيقرا وكان كيتريني وكان كيعجبو، هذا هو الحلم ديالو، الحلم ديالو هو السوشيال ميديا، وهداك الشيء هو اللي حرق بزاف الناس. علاش علاش هاد الحقد كامل؟ انا صافي ساليت من تيك توك، ساليت من هادشي كله، هداك هو هذا كان الحلم ديالو. انا اصلا من الحق المغرب ما كنتش كندير تيك توك، وبديت تيك توك عليه حيت هو كان كيقول لي عملي فيديو صرا عنده زوها مزيونه طال، وانا بديت كندير تيك توك عليه، علاش طلعت ما عرف اشي، ولكن ماشي الحلم ديالي ندير تيك توك. ودايما قلتها في اللايفس اللي عملت، كل شيء اللي درت كنت كنقول لكم رانا كنقرا واحد الحاجه وحده اخرى، تعالى قرا ماشي الحلم ديالي. ودابا مي صافي راه مي مشى انور، مشى كلشي، راه ما يبقاش تيك توك، ما يبقى حتى شي حاجه، وصافي. شوفوا انا هاد جوج السيمانات الاخرين ما هضرناش بزاف، حيتاش ماما اسماعيل ماتت، وهاد المرا في العائله ديالو قريبه بزاف، كانت فحال ماما ماتت له، هو ما كانش مزيان، وانور ما كيكونش ما كيكونش مزيان، راه ما كيكونش شابر الموبيل بزاف في يدو، لا يبقى يهضر مع شي واحد. سو هاد الجمعة فين قتلوه، هو كان خصو يهبط للعرايش وما هبطش، وتما فين بقاو كيشكو بشي حاجة ماشي مزيانة، ولكن واخا هيدا قالو راه تكون نورمال التليفون طفالو ولا شي حاجه، خلى التليفون في الدار ولا اي حاجه بحال هادي. واللي كيعرف انور عارف راه ما عمره ما يخرج من الدار بالتليفون ما مشارجي شي، ولا يخلي التليفون في الدار ويخرج، راه ماشي نورمال. ولكن واخا هذاك ما قالوا والو، حتى شافوا السوشيال ميديا ديالو كامله مسوحه، ما فهموا والو. هذاك السبت في الصباح هاد الاختو ديال انور قالت لي واش عارفه شي حاجه على انور، وانا قلت لا لا، حيت ما كنتش هضرت معاه، وبديت كنترعد، حيت بديت كنحس بلي شي حاجه ماشي هي هاديك، وبديت كنعيط للدراري كاملين، وتا شي واحد ما كان كيجاوب، وقالوا لي وبابا هاد انور كان باغي نوامر، وصيفطتهم له تما فين عيط لهم وجاوبوه وهضروا لي هضروا، ما نقدرش نقولوا من هنا في انستغرام. المهم انا هذاك الصباح كامل كنت في الخدمه، واخا هذا كنت كنترعد، كلشي كيقول لي مالكي 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 مالكي، وانا كنقول له والو. وتسال واحد الوقت عيطت لي وقالت لي راه قتلوا انور، وانا ما تيقت شي حاجه، قلت لها ولا عيطي لبابا كوسو، ولا عاوتاني راه ما سمعتيش مزيان.
وتما فين عيطت لك كتبكي وكتقول لي نجلة راه انور قتلوه. تما انا طحت في الارض ما فهمت والو، وبديت كنعيط للدراري وقلت هلهم قتلوا امرأة انور قتلوه، وتما ما كانوا فاهمين والو، قالوا لي واخا واخا استناي وصافي. ما وليتش هدرت معاهم من هذاك النهار، ما عارفه والو عليهم، ما عارفاش واش هما مزيان واش ماشي هما مزيان ولا شنو واقع، حتى واحد ما قال لي حتى شي حاجه. انا مشيت للدار شبرت اول طياره كاينه وهبطت عنده، هبطت ديريكتامنتي كنت معاهم في الدار مع باباهم وماما ومع خوتو، وبزاف منكم شفتوني في الجنازه، وبزاف كانوا كيقولوا شي حاجه ماشي مزيانه، كانوا كيقولوا شوف قتلاتو وجات الجنازه ديالو، بزاف الحاجات زي داكم الناس كانوا كيصوروني وما خلاني شي سار زحف في الكنزة ديالو، فهمتوني؟ المهم انا كنت تما وما كنتش قادرة نقول حتى شي حاجة، ما كنتش قادرة نقول راه انا جيت المغرب ولا جاوبكم تسومة ولا جاوب الدراري صحابي من هنايا اللي كانوا خايفين علي وكيقولوا لي نجا شنو واقع جاوبينا، وما كنت حتى واحد ما قلت له لا كنت انا لو واش انا مزيان ولا ماشي مزيان ولا شنو واقع لي لا سوليدات ديالي، حيت باقي ما عارفينش علاش قتلوا انور، ما عارفينش واش باغي نقتلو هو ولا يقتلونا حنا ولا شنو باغي يعملوا. المهم انا اصلا ما كنتش كنشد التليفون بزاف حيت ماما اصلا كانت كتعيط لي باش انا ما نشوف حتى شي حاجه، اصلا ما كنتش كنقدر حتى بزاف المرات ما كنت كنقدر تنتمشى على رجلي، ما كنت كناكل ما كنت كنشرب ما والو، انا عاد جيت دابا من السبيطار و ورا بزاف الحاجات راه قلبي مقسوم، فهمت؟ راه ما عمري ما حسيت بشي حاجه هيدا، وما كنقدر تنعس ما كنقدر ندير حتى شي حاجه، ورا كنحاول نعرف شنو واقع، كنحاول نعرف علاش وشكون وكيفاش، حيت انا ما بتيقة شي حاجه من هادشي. هما تا الباخينات ديال انستغرام لي ديال نيوز وهداك الشي كيطلعو الفوطو ديالو كيقولو بلي انا اللي قتلتو ولا بزاف الحاجه زي داك، ما نقدر نقول لكم حتى شي حاجه دابا حيت انا بيدي ما عرفت حتى شي حاجه، وراه كنهضر مع بابا وكنهضر مع عائلتو باش نحاول نعرف شنو واقع، و ما نقدر نقول لكم حتى شي حاجه، ما نقول لكم ما تيقوش شنو كتشوفوا وشنو كتسمعوا، حيت الناس فيهم الهضره بزاف وكيقولوا بزاف الحاجات ما كايناش اصلا، سواء ما كيعرفوش. انا راه كنعرف اكثر من اي واحد، اكثر من صحابو هادو اللي تا هما قريب ليه، انا راه كان كيعاود لي حاجه تا واحد ما كنعرف، هذاك الشيء كنحاول انا نعرف شنو واقع. صافي ما تبقاش تقولوا بزاف الحاجات وصافي، بلا دابا نشوفوا شنو واقع والله يرحمه وصافي.